لا هو عيب على الحشومة هادشي، شردوا عباد الله باش يديروا الفلوس. شوف شوف شوف، لا حول ولا قوة الا بالله. هاي تكن العسكري، هادشي اللي بقى وراهم باغيين يقلعوه تاهما يحيدوه. كان العسكرية ديال وجدة اللي كان تاريخ، كان عندها تاريخ من عهد الاستعمار. أول تكانة في المغرب، أول تكانة عسكرية اللي تجمعت فيها الجيوش ديال فرنسا، عندها تاريخ. إوا غادي نردوها غير باطيمات وشقق. شقق قفوزة ماشي شقق، هادو برارك، هادو ماشي باطيمات. هادو الشقة فيها 54 متر، إلا نعست ولا تسرح رجليك غتخرجهم مع الشراجم. مع العلم أن التفويت ديال التكانة بزيرو درهم، ما خلصوا فيها حتى ريال. هذا هو الفساد بعينه، حتى السكان ديالها ما عوضوهمش. هاي التكالة ها هو ما تبقى من التكالة. بارتي ميليتير ديال شحال هادي، شوف كي رجع، شوف كي ولا، شوف الخراب اللي داروا هاد الضحى هادو. واش نقولوا بعقولكم اصاحبي، حنا دراري داخل هنا بعد حدا، اجيو اصاحبي نتفاهموا. جبدونا صافي، دير عليها المسمن، دير عليها المسمن تما، تخلي عليها الحوت. هذيك البلاكه ديالها جي ولا هنا عندنا بلد هنا. مين يحفر ويشوف فيك خايف، كيشوفهم هما اللي تخرجوا كيحفروا، والعساسه الخوانه واقفين عليهم. غادي ها هو راه كان كنا غادي، ماشي هو اللي ركب الرجال اخويا، هو اللي ركب، هو اللي ركب الرجال. هذاك ما تيقوش به خاين. لا 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 لا